فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. وضواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء، فترحم قلبي يحن إلى جنان تزهر، والدمع عطرا سابحا يتنسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. سبحانه لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذا لقاء متجدد بإذن الله تبارك وتعالى مع برنامجكم فاسمع إذن. ولا يزال الحديث موصولا بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته عن الأخلاق، عن قضية القضايا التي تشغل الناس جميعا في هذه الآونة الأخيرة. وقد ذكرت في الحلقة الماضية لو كنتم تتذكرون أن لثورتنا عورات، وأن أعظم عورة لهذه الثورة سوء الأخلاق. الحق تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم أرشدنا إلى حسن الأخلاق، إلى وجوب أن يتخلق المسلم بالأخلاق الفاضلة. قال تعالى وهو أصدق القائلين: وقولوا للناس حسنا. ولاحظوا معي أنه عز وجل لم يقل وقولوا للمسلمين حسنا، وإنما قال وقولوا للناس، والناس فيهم المسلم وفيهم الكافر وفيهم الطائع وفيهم العاصي وفيهم البر وفيهم الفاجر وفيهم العدو وفيهم الصديق وفيهم القريب وفيهم الغريب، لكل الناس بلا تمييز يأمرنا ربنا عز وجل أن نقول لهم الحسنى، وقولوا للناس حسنى. وقال تبارك وتعالى وعز وجل أيضا: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. عداوة الشيطان للإنسان عداوة ظاهرة، عداوة مستحكمة، منذ أن كان الشيطان
سببا في خروج أبينا آدم عليه السلام وفي خروج أمنا حواء عليه السلام من الجنة، ولا تزال العداوة مستحكمة، فهو ينزغ بيننا بالشر، بالعداوة، بسوء الأخلاق، بالفحش، فيجب علينا أن نحذر، ويجب علينا أن نحارب الشيطان، وذلك بأن نقول للعباد التي هي أحسن. يقول ربنا عز وجل أيضا وهو أصدق القائلين: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ويقول تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالحق تبارك وتعالى يأمرنا في هذه الآيات البينات أن نحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، هكذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من سوء الأخلاق. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. والأدواء هي الأمراض، جمع داء. وقد قسم أهل العلم الأخلاق إلى قسمين: القسم الأول الأخلاق الحسنة مع الله عز وجل، والقسم الثاني الأخلاق الحسنة مع الناس. ما المقصود بالأخلاق الحسنة أو بحسن الخلق مع الله عز وجل؟ وهذا مقدم على كل الأمور. قالوا: كل ما، لابد أن تعتقد هذا الذي سأقول، كل ما يأتيك من الله عز وجل يستوجب شكرا، وكل ما يصدر عنك يستوجب عذرا. فأنت تسير بين هذين الأمرين: اعتذارك عن أفعالك وشكرك لنعم الله تبارك وتعالى، أي أنك تسير بشهود منة الله عليك وبشهود تقصيرك في حق الله تبارك وتعالى. فإن فعلت فقد أحسنت خلقك مع الله عز وجل. كل ما يصدر منك يستوجب عذرا حتى وإن كان طاعة لأنك مقصر، وكل ما يأتيك من الله يستوجب شكرا، فما بكم من نعمة فمن الله، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أما القسم الثاني من حسن الخلق أو الأخلاق الحسنة فهو مع الناس، وهذا ينقسم إلى أمرين، أو يستوجب منك أن تأتي بأمرين: الأول بذل المعروف لكل الناس، والثاني احتمال الأذى من كل الناس. وهذا لا يقوم إلا على خمسة أركان يجب أن تعرف وأن تعلم وأن يعمل بمقتضاها: العلم والجود والصبر وطيب العود وصحة الإسلام. ما معنى هذا الكلام؟ حسن الخلق مع الناس معناه فعل المعروف وبذله قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. ولا بد أن يقوم حسن الخلق على هذه الأركان الخمسة: العلم والجود والصبر وطيب العود وصحة الإسلام. ما المقصود بركن العلم؟ لا بد أن تعلم معالي الأخلاق وسفاسفها، أي الأخلاق الحسنة والأخلاق الرديئة. لماذا؟ لا بد أن تعلم معالم الأخلاق لتتحلى بها، ولا بد أيضا أن تتعلم وأن تعرف سفاسف الأخلاق لتتخلى عنها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر فذلك أجدر أن يقع فيه. قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن فلانا هذا لا يعرف الشر، ظنوا أن هذا مدح له، فقال عمر رضي الله عنه: ذلك أجدر وحري أن يقع فيه. فالمسلم يعرف الشر ليجتنب، ويعرف الخير ليأتي. فالعلم هنا بمعالي الأخلاق لتتحلى بها، والعلم بسفاسف الأخلاق أي بالأخلاق الدنيئة لتتخلى عنها. بعد العلم يأتي الجود، لابد أن تكون نفسك سمحة حتى تبذل للناس حسن الخلق وطيب المعشر، هذا معنى الجود. والركن الثالث الصبر،
حتى تتحمل الأذى من الناس. الشق الثاني من حسن الأخلاق كف الأذى قولا وفعلا، ولن تستطيع أن تكف الأذى عن الناس قولا ولا فعلا إلا إذا تحليت بالصبر. الركن الرابع طيب العود. ما المقصود به؟ أن تكون فطرتك سليمة سلسة سهلة منقادة، تحب الخير وترضاه وتكره الشر وتأباه، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما خامس الأركان وهو أهمها صحة الإسلام، وهو جماع الخير كله، لأن المسلم إذا كان إسلامه صحيحا فإنه يعلم أن الله تبارك وتعالى أمر بمكارم الأخلاق، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين أمر أيضا بمكارم الأخلاق. فالمسلم الحق يتحلى بمكارم الأخلاق طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصديقا بموعوده بمن حسن خلقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية أن بعض الناس قالوا أن الخلق أمر غريزي فطري جبلي لا يمكن أن يتغير، وقلنا أن هذا ليس بصواب وليس بحق، لأن الله عز وجل قال وهو أصدق القائلين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبين في هذه الآية من سورة الشمس أن النفس تتزكى بالخير والإيمان، وأنها تتدسى بالشر والكفران، كما قال تعالى: قد أفلح من تزكى. إذن يستطيع الإنسان بالرياضة والممارسة والمجاهدة أن يحسن أخلاقه، وكيف لا ونحن نرى أمام أعيننا أن البازية والصقر ينقل من الاستحاش إلى الإناث ويدرب ويعلم، كما نرى أيضا بأعيننا الكلب الجاهل يعلمه صاحبه فيترك الشره والدناءة والطمع ويمسك الصيد على صاحبه ولا يمس هذا الصيد. كذلك نرى الفرس الجامح النافر يعلمه صاحبه فيعطيه الانقياد والسلاسة. فإذا كان هذا بالإمكان من الحيوان البهيم الأعجم، فكيف لا يكون في الإنسان المكرم المعظم المحمول في البر والبحر المرزوق من الطيبات؟ إذا من السهولة بإذن الله أن يتعلم الإنسان. ولقد حث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم الأمة على التخلق بالأخلاق الفاضلة، لأن الأخلاق الفاضلة تترك أثرا طيبا في جنبات المجتمع. فصاحب الخلق الفاضل يحبه الله تبارك وتعالى، وصاحب الخلق الفاضل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب الخلق الفاضل يحبه المؤمنون جميعا، بل لا أبالغ إذا قلت أن صاحب الخلق الفاضل يحبه الناس جميعا. فيا لها من محبة ينالها العبد إذا حسن أخلاقه. في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، ورواه الإمام أحمد في المسند عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه، وعن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يا له من حديث جمع فأوعى، مبانيه قليلة لكن معانيه كبيرة وكثيرة. ثلاث فقرات: الفقرة الأولى فيها حق الله تبارك وتعالى، اتق الله حيثما كنت، في البيت في المنزل في العمل مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران مع الخلان في الحرب في السلم في كل وقت، اتق الله حيثما كنت. والفقرة الثانية: حقك أنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ما من أحد منا إلا ويسيء، لأننا لسنا من الملائكة ولسنا أنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو الصادق المصدوق: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فنحن نخطئ ونسيء، لكن من الممكن بإذن الله أن نمحو هذه السيئات وأن نمحو هذه الأخطاء بالحسنات. وأتبع السيئة الحسنة تمحها.
الفقرة الثالثة والأخيرة من الحديث وهي الشاهد من إيراد هذا الحديث حق الناس وخالق الناس أيضا أذكر كما قال ربنا عز وجل وقولوا للناس حسنا يقول عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن الناس جميعا المؤمن والكافر والبر والفاجر والصديق والعدو خالق الجميع بالخلق الحسن أيضا روى الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم أخلاقا وفي رواية خلقا هذا حديث عظيم يبين لنا فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فضيلة الأخلاق الحسنة أكمل المؤمنين إيمانا إذا أردت أن يكون إيمانك كاملا فلا بد أن تحسن أخلاقك وإذا أردت أن تكون خيرا لنسائك خياركم خياركم لنسائهم أخلاقا أو خلقا لأننا ويا للأسف وجدنا الكثير من الناس ربما تكون أخلاقهم حسنة مع بقية الناس فإذا ما دخل الواحد منهم البيت تحول إلى أسد هصور وإلى نمر هائج على زوجته على أبنائه على بناته فيشيع في البيت جوا من الغيظ جوا من الكراهية إلى الحد والدرجة أن الأبناء قد يتمنون موت هذا الأب فلما يا أخي لما يا أخي تحسن أخلاقك مع الناس خارج البيت وتسيء الخلق مع أهلك فاستمع إلى قوله عليه الصلاة والسلام وخياركم خياركم لنسائهم خلقا أو قال أخلاقا صلى الله عليه وسلم حديثا نبويا صحيحا زف فيه النبي عليه الصلاة والسلام بشرى عظيمة لصاحب الخلق الحسن والحديث رواه أبو داود في سننه وقال عنه الإمام النووي في رياض الصالحين أن إسناده صحيح وله شاهد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الطبراني في معجمه الصغير عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم زعيم يعني ضامن أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا المراء الجدال حتى وإن كنت على الحق وتركت الجدال مع الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام يضمن لك بيتا في ربض الجنة ما المقصود بكلمة ربض الربض في لغة العرب الأبنية والأماكن التي تكون حول القرى والقلاع أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه انظروا إلى هذه الدرجة العالية الرفيعة بيت ليس في ربض الجنة وليس في وسط الجنة بل في أعلى الجنة لمن أعد هذا البيت يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حسن خلقه لو تأملنا في هذا الحديث وقبلنا هذه البشارة من البشير النذير عليه الصلاة والسلام فلا شك أننا سنستجيب ولا شك أننا سنعمل جاهدين على تحسين أخلاقنا وذلك كما ذكرت آنفا من الإمكان إن شاء الله بالممارسة والرياضة ومجاهدة النفس وروى البخاري في صحيحه عن سعد بن هشام رضي الله عنه قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنبئيني عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يسأل؟ لأنه يريد أن يتخذ منه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة امتثالا لأمر الله إذ يقول عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلما سأل سعد بن هشام عائشة رضي الله عنها أنبئين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبيكم
صلى الله عليه وسلم القرآن. ما أعظم هذا الخلق، صلوات الله وتسليماته على صاحب هذا الخلق العظيم الذي أثنى عليه ربنا عز وجل فقال وهو أصدق القائلين: وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه القرآن، بمعنى يتأدب بآداب القرآن، يتخلق بأخلاق القرآن. واقرأوا القرآن، ولا سيما اقرأوا سورة الإسراء، واقرأوا سورة النور، واقرأوا سورة الحجرات، سوف تجدون جملة كبيرة من الأخلاق الفاضلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بهذه الأخلاق الفاضلة. كنا في الدرس في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن حكمة مأثورة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولم نكمل هذه الحكمة فنكملها إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا أذكركم بما قالته عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: خلال المكارم عشر، تكون في الرجل ولا تكون في أبيه ولا في ابنه، وقد تكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله تعالى لمن يحب. صدق الحديث ومداراة الناس وصلة الرحم. وقفنا عند هذه الثلاثة، تحدثنا بحمد الله تبارك وتعالى وفضله عن صدق الحديث وعن مداراة الناس وعن صلة الرحم. بقية الخلال العشر، خلال المكارم، حفظ الأمانة والتذمم للجار وإعطاء السائل والمكافأة بالصنائع وقرى الضيف والوفاء بالعهد ورأسهن الحياء. بعد صدق الحديث ومداراة الناس وصلة الرحم تأتي خصلة طيبة وصفة محمودة: حفظ الأمانة. ما المقصود بالأمانة التي يجب أن تحفظ؟ نجد أن كثيرا من الناس يقصرونها على الودائع، مع أن مفهوم الأمانة أكثر من ذلك بكثير وأوسع. فجميع التكاليف الشرعية التي فرضها الله عز وجل علينا من الأمانة التي يجب أن تحفظ ويجب أن تؤدى، وأولها توحيد الله عز وجل. التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، أعظم أمانة فرط فيها كثير من الناس وضيعوها. الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون هنا كما قال جمهور المفسرين: يوحدون. ألا له الخلق والأمر. نحن نقر ونعترف أن الله هو الخالق، لكن وهذا للأسف كثير منا لا يقر ولا يعترف بأن الله هو الآمر، هو المشرع، هو المحلل، هو المحرم، بما أنه خلق ورزق وأحيا وأمات وقبض وبسط وأعطى ومنع، فلا بد أن يكون الحكم له. هذا هو معنى التوحيد الخالص، صرف جميع الأفعال والأقوال ما ظهر منها وما بطن لله رب العالمين. نضع نصب أعيننا آية من آيات القرآن الكريم يقول فيها ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبعد ذلك تأتي بقية الفرائض، الصلاح. يقول ربنا عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا ما صلينا في أوقاتها وأدينا الصلاة بخضوع وخشوع فقد أدينا الأمانة. الصيام، وهي رياح رمضان قد اقتربت من الهبوب، وهو عبير رمضان قد فاح أريجه وبانت أزاهيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يمن علينا جميعا بالعتق من النيران. صيام رمضان أمانة يجب أن تؤدى، وليس الصيام من الطعام والشراب كما يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الصيام من اللغو والرفث، كما يقول صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فلا بد أن نصوم صوما حقيقيا، ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب ومعاشرة النساء، وإنما امتناع عن كل المحرمات
وعن جميع الرذائل، فإن فعلنا فقد أدينا هذه الأمانة. إخراج الزكاة لمن كان عنده المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أمانة. حج البيت الحرام واعتماره لمن كان قادرا مستطيعا أمانة، لأننا ويا الأسف وجدنا كثيرا من أصحاب الأموال ورجال الأعمال الذين يحجون إلى المصايف وإلى أوروبا وأمريكا، ولا يحج الواحد منهم إلى بيت الله الحرام. فهذه أمانة ضيعها هؤلاء، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بر الوالدين أمانة، فقد أوصى الله تبارك وتعالى بذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلة الأرحام كما ذكرنا في الحلقة الماضية أمانة. إكرام الضيفان أمانة. الإحسان إلى الجيران كما سيأتي التفصيل أمانة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانة. غسل الجنابة والتطهر ظاهرا وباطلا أمانة. إذن من مكارم الأخلاق أن يحفظ المسلم أمانته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ويدخل في جملة هذه الأمانة الودائع. إذا استودعك شخص أمانة مالية أو عينية فلا بد أن تؤديها كما كانت غير منقوصة، وإياك ثم إياك أن تمد عينيك إلى ما رزقه الله أو إلى ما فضل الله البعض عليك. ثم ماذا بعد ذلك؟ التزمم للجار. وأعيد مرة أخرى، أنا أكرر وأعيد لكي نحفظ، وقلنا أن الحفظ مرتبة عالية من مراتب تحصيل العلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: خلال المكارم عشر تكون في الرجل ولا تكون في أبيه ولا تكون في ابنه، وقد تكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله تعالى لمن أحب. صدق الحديث ومداراة الناس وصلة الرحم وحفظ الأمانة خامسها، والتذمم للجار. ومعنى التذمم الإحسان إلى الجار وتحمل الإساءة من الجار. فكلمة التذمم أعلى من كلمة الإحسان، لأن الإنسان قد يحسن إلى الجار لكن لا يقبل ولا يتحمل الإساءة. فالتذمم تجمع الأمرين: إحسان منك وإساءة منه، تبذل الإحسان وتتحمل الإساءة. الحق تبارك وتعالى أوصى في القرآن الكريم بالجار، فقال تعالى وهو أصدق القائلين: والجار ذي القربى والجار الجنب. أكثر المفسرين على أن المراد بالجار ذي القربى الجار الذي يمت لك بصلة قرابة، وأن الجار الجنب الجار البعيد الغريب الذي لا يمت لك بقرابة. وإن كان البعض يقول الجار ذي القربى هو المسلم والجار الجنب هو غير المسلم. وقد ذكر العلماء أن الجيران ينقسمون إلى ثلاثة أنواع يختلفون في حقوقهم عن بعضهم البعض. جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم الذي يمت لك بصلة قرابة، له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وجار له حقان، وهو جار مسلم لا يمت لك بقرابة، له حق الإسلام وحق الجوار. وجار له حق واحد فقط، وهو الجار الذي ليس بمسلم له حق الجوار. يعني حتى غير المسلم أثبت الإسلام له حقا في الجوار. لكن إخوتي الكرام، هل تعرفون معنى الجار؟ لأن البعض يتوهم في معرفة وتعريف الجار. قال بعض أهل العلم: كل من يسمع نداءك إذا ناديت فهو جار. حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: الجيران أربعون من كل جانب، وأنت لك أربع جوانب في الغالب: يمين ويسار وشرق وغرب. أربعون جارا من كل جانب، كل من سمع نداءك إذا ناديت فهو جار. وقال بعض السلف:
جارك الذي يصلي معك الصبح في المسجد. لماذا خصوا صلاة الصبح دون بقية الصلوات؟ لأن الناس في غالب الأمر يكونون في أعمالهم وأشغالهم وأسفارهم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن الوقت الجامع الذي يجمع الناس في المسجد في غالب الأمر هو صلاة الصبح. فلا بد أن نراعي حقوق جيراننا. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أكثر جبريل عليه السلام من الوصية بالجار للنبي المختار عليه الصلاة والسلام، إلى الحد والدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الجار سيكون له نصيب في الميراث. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة، الحساء الشربة، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يعني إذا كان عندك اليوم حساء شربة مرقة تطبخها فأكثر ماءها، لما؟ حتى تعطي منها لجيرانك، فإن هذا يجعل في النفس محبة ومودة. وهو النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاح. ولو فرس نشاح، الفرس عظم قليل اللحم، قد نقول أنه الظلف أو جزء من الكارع كما نسميه نحن. يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاح، يعني تهدي إليه، لأن الهدية تذهب وحر الصدر، ولأن الهدية جالبة للمحبة كما جاء في الأثر: تهادوا تحابوا. بل أكثر من ذلك، يروي لنا الإمام أحمد في المسند والبيهقي في الزهد والخرائطي في مكارم الأخلاق عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يحببه إلى جيرانه. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. فالصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: ما معنى عسله؟ قال: يحببه إلى جيرانه. فاحرص أخي المسلم على أن تكون محبوبا من جيرانك، فهذه علامة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها دليل على أن الله أراد بك الخير. وبالحديث المتفق على صحته رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالإحسان إلى الجار علامة صادقة على إيمانك بالله وباليوم الآخر. وفي المقابل والنقيض حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الإساءة إلى الجيران، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. كررها ثلاثا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره، من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي الشرور جمع بائقه. إذا كان جارك لا يأمن شرك، إذا كان جارك يخاف من أذاك، إذا كان جارك يتأذى من أفعالك وأقوالك ومن زوجك وأولادك، فاعلم أن إيمانك ناقص، فاعلم أن إيمانك فيه خلل، فاعلم أن طريقك فيه زلل، فعد إلى الصواب وحسن أخلاقك كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. نستكمل بقية خلال المكارم، كما تقول عائشة رضي الله عنها: خلال المكارم عشر، تكون في الرجل ولا تكون في أبيه ولا في ابنه، وقد تكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله تعالى لمن أحب.
صدق الحديث ومداراة الناس وصلة الرحم وحفظ الأمانة والتذمم للجار، ثم يأتي بعد ذلك وإعطاء السائل. إذا جاء سائل فلا بد أن يعطى، واحذر من أن تنهر السائل كما أمر بذلك الله عز وجل. قال تعالى في سورة الضحى: وأما السائل فلا تنهر. كثير من الناس إذا سألناهم ما المقصود بالسائل في هذه الآية، فالجواب في غالب الأحيان يكون السائل عن المال، السائل عن العطية، وهذه إجابة خاطئة. نعم، السائل عن المال وعن العطية سائل، لكن هذا يأتي في المرتبة الثانية. وقد قسم أهل العلم من يسأل إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول السائل عن الهداية، والقسم الثاني السائل عن المال والعطية، والقسم الثالث السائل عن الطريق. ما الذي دعا أهل العلم أن يقولوا أن القسم الأول والأهم هو السائل عن الهداية؟ لأنك لو قرأت سورة الضحى تجد أن الله عز وجل ذكر فيها ثلاث منن امتن بها على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذكر هذه المنن الثلاث أمره الله عز وجل وأمر الأمة كلها في شخصه الكريم بثلاثة أمور، وكل أمر يتعلق بمنح. ما هي المنن الثلاث التي من الله عز وجل بها على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى؟ الأولى قوله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم بدأ يذكر المنن: ألم يجدك يتيما فآوى، بعدها ووجدك ضالا فهدى، بعدها ووجدك عائلا فأغنى. فذكر منة أنه وجده يتيم، وأنه وجده ضال، وأنه وجده عائلا. وجده يتيم فآواه، ووجده ضالا فهداه، ووجده عائلا فأغناه. ثم أمره بثلاثة أمور. بالنسبة لليتم أمره عز وجل فقال: فأما اليتيم فلا تقهر، احن على اليتيم وضع يدك على رأسه وتكفل به وعامله معاملة طيبة واحذر أن تدع اليتيم. وبالنسبة للهداية من الضلال، قال: وأما السائل فلا تنهر، فدل على أن السؤال في المقام الأول عن الهداية. وأما وجدك عائلا فأغنى، قال: وأما بنعمة ربك فحدث. إذن السائل الذي يعطى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سائل عن العلم والهداية، وسائل عن المال والعطية، وسائل عن الطريق. لا تنهر، من أتاك مستفهما ومتعلما ومسترشدا فارفق به واحن عليه واعذره بجهله واعطه ما عندك من العلم واحذر من كتمان العلم. فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الذي يسأل عن علم ويكتم العلم يلجم يوم القيامة بلجام من نار والعياذ بالله. أما السائل عن المال والعطية أيضا تلطف معه وأعطه ولو القليل ولا تنهره. وأما السائل عن الطريق فلا بد أن تدله على الطريق وأن ترشده إلى المكان الذي يريده. لكن هذا الأمر إخوتي الكرام يقول عنه أهل العلم أنه عام مخصوص، بمعنى الأصل التلطف مع السائل، سائل عن العلم والسائل عن المال والعطية والسائل عن الطريق. لكن هذه القاعدة قد تنخرم. كيف؟ إذا سألك سائل عن العلم والهداية وليس غرضه الاستفهام ولا التعلم وإنما التعالم، قرأ موضوعا في كتاب أو سمع أمرا ويريد أن يبرز وأن يظهر أنه عالم وما هو بعالم، أو يريد أن يخطئك، فهذا عليك أن تنهره وأن تلقنه درسا. وكذلك السائل عن المال والعطية، إذا تأكدت وتبينت بصدق ويقين أنه صاحب أموال كثيرة، وقد رأينا من يسأل ويتسول
وعنده عمارات وسيارات أجرة وغير ذلك، إذا تبين لك ذلك فانهره وحذره أن الذي يسأل وليس بمحتاج يأتي يوم القيامة وليس في وجهه لحم، لحمه يتساقط والعياذ بالله، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا السائل عن الطريق إذا أراد أن يسأل عن مكان معصية، هل تدله؟ هل ترشده؟ لا، لابد أن تنهره. يقول لك أين سينما روكس مثلا؟ لا، حذره. أين خمارة يني؟ حذره. إذن هذه أمور قد تخرم القاعدة. أعيد على قراءتكم قبل أن نختم مقالة عائشة رضي الله عنها، وذلك من أجل الحفظ والتثبيت. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: خلال المكارم عشر، تكون في الرجل ولا تكون في أبيه ولا في ابنه، وقد تكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله تعالى لمن يحب: صدق الحديث، ومداراة الناس، وصلة الرحم، وحفظ الأمانة، والتزمم للجار، وإعطاء السائل. سابعة ونختم بها: والمكافأة بالصنائع. أي إنسان يقدم لك صنيعا معروفا جميلا فمن حسن الخلق أن تكافئه، فإن لم تجد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام دعاء أن نقول: جزاك الله خيرا. لا تظن إخوتي الكرام أنكم عند عدم وجود المكافأة لمن أسدى إليكم الجميل والصنيع وقلتم له جزاكم الله خيرا، هل تظنون أنكم لم تكافئوه؟ لا والله، لقد أعظمتم المكافأة، لأنكم أحلتم المكافأة على جميله وصنيعه إلى الله عز وجل، وهو الجواد الكريم، وهو صاحب الفضل العظيم. فأنت حينما تدعو لأخيك هذه الدعوة وتقول جزاك الله خيرا، فاعلم أنك قد كافأت صنيعه، واعلم أنك قد رددت جميله. لكن احذر أن يكون عندك القدر الذي تكافئ به صنيع إخوانك وتبخل وتكتفي بالدعاء، والله أعلم بالنيات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا، وأن يجعلنا وإياكم من أصحاب الخلق الحسن، لننال محبة الله عز وجل، ولننال محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولننال محبة المؤمنين، بل ولننال محبة الناس أجمعين، ولنكون من أهل الجنة كما بشرنا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللهم ارحمنا واسترنا وعافنا وارزقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. صل اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. ورواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء، فترحم قلبي يحن إلى جنان تسهر، والدمع عطرا سابحا يتلسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. فاسمع إذن